يا الآلي العظيم، شوف مدي الروح اللي مدايرهاش، والله اللي كيعلم عليه، والله اللي كيشد عليه، وأنا وربي تعالى وسمره. حيت ولادو من طيب اللي قلبي أنا ما خداماش ما درداماش، ودابا كنطلب الله يعطيو عسكينة عافيني تسقر هذيك مرسو في تسقر هي وليداتها. مغاربة باغي يعاونها أخاتي. يا العزيز الله يرحمكم الوالدين، السيده مسكينه راه محتاجه الموسى. شوفي هاد الناس واش غتنعس السيده انت هنا خات؟ انا كنعس هنا حويجاتي محوزنه ملي شي ناس، وانا راه كنجي لهنا كنقيمو، وكاع كاينه كاع جميع راه كاينه الناس هما مساكن اللي حالتهم تاهما راه بحالي، ماشي كاينه انا، وهذا الشيء هو اللي كاين. وخو خوتي المغاربه هاد السيده مسكينه هنايا راه ما يمكنش، جابني الدري اللي معايا هو. شكرا السب، عنده واحد القصه مسكينه اللي تتبكي الصراحه. ولدك شاب درمان هي شاشلي، وهي متصبتها في الزنقه. السلام عليكم خالتي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس وليدي، الله يرضى عليك وليدي، الله طيبه الحمد لله وليدي، حنا اللهم لك الحمد. قولي خالتي اش كديري هنايا؟ اش كدير هنا وليدي؟ حنايا كنا دايرين هاد البرارك، وجاو ريبو منا، وملي ريبو منا حتى كتشوف فين قاعدين، ما عندنا لا باش نكريو لا باش نرهنو، اللي كتشي عندي يكري ما كايناش. عندي انايا عندي ولدي مسكين، عنده ثلاثه د الوليدات، مشدود على طايح لا روح، ما كنراعيه لا اليوم لا غدا يخرج ليا، ولادو مشرد ولا حول الله ولا قوة الا بالله. شوف مدي الروح اللي ما دايرهاش، والله اللي كيعلم عليه، والله اللي كيشد عليه، وانا وربي تعالى وسمره. حيت ولادو من طيب اللي قلبي انا ما خداماش ما درداماش، ودابا كنطلب الله يعطيو عسكينه عافيني تسقر هذيك مرسو في تسقر هي وليداتها. هو علاش شد اختي؟ شنو المشكل اللي وقع له؟ المشكل ديال ولدي انا مبلي كيكمي بحالو بحال كاع جميع الدراري، ركب على الموطور ومشى غادي يجيب البليه، لقى السيد قصار معاه جوج بنات، حتى هو معاهم شويه، هو خرج مع بنته، البنت لا والراجل الاخر بقات معاه صاحبته، بقات معاه صاحبته فايته قاعده معاه، خير الله قاعده معاه في شي هذيك الليله. عدى بينه وبينه شي مشكل، حتى كيسمع الغاوت جا كيجري، هو البنت الاخرى لقاها قارقه عليه، هو ما شافش الضربه اللي ضربها في راسه، حيت ما سايله لا بدم لا بوالو، وناض في كل وقت اللي في كل بنت هربت، والسيد طاح له ما بين يديه، هو ما شايفش الضربه اللي اليوم الان هو ما شايفهاش وما عارفهاش، ومشى عيط لخته وعيط للجيران، عيط لابيلانس، مشى مع السبيطار، مشى مع السبيطار، جاو للبوليس عاودوا، عاود لهم قال لهم انا شنو وقع شنو وقع، عاود لهم كيما كنعاود انا دابا، والله اللي كيشهد على اي واحد. هي البنت دارت القبيه وجات كطلع، عرفت السيد ما تهربت هي وصاحبتها، دخل عاود البوليس هذا الشيء، بقاو متبعين مع البنت، البنت شي شهرين وهي هاربه هي وصاحبتها، تقاراو على داك الشيء اللي غايقولوا هي والبنت. الوقت اللي شدوهم البوليس قالوا داك الشيء اللي بغاو، قالوا له ودي راه هوايا جا غادي يضربوا، وعيقلع له التليفون وحنا هربنا، راه هو اللي قاتلو. ولدي مسكين ما قاتلوش، هو راه صدفي بعد هرب، ولدي حاليا دابا كيبكي، ولدي كان خدام معاه في الروضه، كاع جميع عباد الله انا كنهضر وراهم كاع عارفينه، ما عندو حتى يد في هادشي، واليوم هذا خلى مرتو، خلى ثلاثة د الوليدات بالمو يحيى، جاو ريبو له، كاع ندير انا لهاد ثلاثة د الولاد، يخليو له عمو يحيى له أيا نسعى ونرعى الجواد ونخدم ونجيب لهم ياكلوا، ولكن اللي بقينا حنا مشردة بالزنقة لا أنا لا هما. تقولي المغاربة وكنقول المغاربة راهم كيشوفوا، هادوك هادوك صحاب السلطة اللي باغيين يحكموا على ولدي تا هما لا شافوا، يعرفوا راه ولدي راه تا هو هادشي راه عليه كذوب، ويثبتوا معاه، حيت راه كاينه ام الطفله كتشهد بواحد شي حقيقه، كتقول لك بالله راه بنتها معاوده، راه ضربها الطفله، الطفله اللي ضرباتو، صاحبته اللي ضرباتو، ولكن هاد الاسرار معاوداها على امها، امها عاودتو لي ودايره عليه انا كاسيطه ودايره عليه فيديو، واليوم كنطلب من هادوك المسؤولين الا كانوا كيتصنتوا يحنوا على ولدي ويبحثوا معايا في هادشي، هذا راه حاقلي على قلبي. هذا هو اللي كنقول انايا، وكنطلب سكينه لوليدي ووليدات، هذا هو اللي كنطلب لوليدي. ان شاء الله ما يكون على خير، مغاربه باغي يعاونها اخاتي. شي العزيز الله يرحمكم الوالدين، هاد السيده مسكينه راه محتاجه الموسى. شوفي هاد الناس واش غتنعس السيده انت هنا اخاتي؟ انا كنعس هنا حويجاتي محوزنه ملي شي ناس، وانا راه كنجي لهنا كنقيمو، وكاع كاينه كاع جميع راه كاينه الناس هما مساكن اللي حالتهم تاهما راه بحالي، ماشي كاينه انا، وهذا الشيء هو اللي كاين. الله يدير التوال ديال الخير فهاد السيد. كنطلب مع الله وكنطلب مع الله وكنطلب مع ربي، ودع واجري حن حن على وليدي، وخرج يقابل وليداته، كنرافدهم وخدام عليهم، انا مراه ارمله، انا هجاله ما عنديش، وزادني هم هوايا.
الله يصبرك يا خالتي، الله يصبرك والله يشوف من حالتك. شوفوا السيده مسكينه فين تتنادى، ما يمكنش نصور. ارجع الله صور السيده فين ساكنه مسكينه، شوف ما يمكنش ما يمكنش.